Determine the normal force, shear force, and moment at a section passing through point C. Take P equals 8 كيلو نيوتن. عندنا 8 كيلو نيوتن. واحنا عايزين نقطع بالمنظر ده. بس قبل ما نقطع لازم نجيب يا اما الرياكشن الصوب ده. ناخد الحتة دي. او يا اما التي هنا. احنا عارفين هنا كده في تي. في تي. دي ماسكه في الجسم ودي ماسكه في الجسم وهنا تي. اما دي لا خلاص لان مش ماسكه في الجسم بعيده عن الجسم. ده يكنسل ده يبقى فاضل دي. نقدر نجيبها ازاي؟ بسيجما المومنت عند نقطه A يساوي صفر. طيب تعالوا كده نقول اللي بيعمل كده P اللي هي 8 في المسافة اللي هي 2.25 ناقص التي في بوينت 6 يساوي صفر. اقدر استنتج ان التي بتساوي 8 × 2.25 تقسيم بوينت 6 طلع 30 كيلو نيوتن. يبقى ده التي. تعالوا بقى نقطع. طبعا ممكن نحسب الرياكشنز هنا الـ AX بكام والـ AY بكام ونستخدم الحتة دي. ممكن يكون كده يعني طريقة. وممكن الطريقة التانية اروح اقطع واخد الجزء ده. والله انا شايف الاسهل ده. فخلينا نكمل الرياكشن. الرياكشن عندنا هنا AY هيكون 8 كيلو نيوتن. مجرد النظر ان ده 8 يبقى ده 8. كده 30 يبقى هنا برضو 30 كيلو نيوتن. تعالوا بقى نقطع الجزء اليسار ده. هقول هنا في 8 كيلو نيوتن وهنا في 30 كيلو نيوتن. احنا قطعنا وخدنا الجزء اليسار ولا اليمين؟ اليمين. يبقى لازم افرض الشير لفوق. دايما النورمال فورس لبره ودايما المومنت داخله على المقطع. يلا نجيب الثري النونز دول. هقول سيجما الاف اكس تساوي صفر. سيجما الاف واي تساوي صفر. سيجما المومنت عند الكت يساوي صفر. ده شيء ثابت ودي الاتجاهات. تعالوا يلا نعوض. بالنسبة للان ماينس ان وماينس 30 كيلو نيوتن يساوي صفر. اذا اول انترنال فورس الان بماينس 3 كيلو نيوتن يعني 30 كيلو نيوتن كومبريشن. ادي اول النون. طب بالنسبة للواي عندنا الفي واي الفي الفوق زائد 8 كيلو نيوتن يساوي صفر. اذا الفي بتساوي ماينس 8 كيلو نيوتن. يبقى ده تاني النون. طيب بالنسبة للمومنت سالب ام لان عكس الفرد وبعدين بلس 8 المسافة دي ننسينا نحطها 0.75 متر. 8 في 0.75 يساوي صفر. اذا الام تساوي 6 كيلو نيوتن دوت متر. يبقى كده خلصنا السؤال.